مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج كشك الصحافة، وفيها من موقع إخباري: محافظة المهرة تحذر من التعبير عن الفرح بالرصاص. وفي صحيفة الاتحاد: 4 كتائب عسكرية تستعد لملاحقة عناصر تنظيم القاعدة في أبيان. ومن الأخبار الأكثر قراءة في بي بي سي: أمريكيون يفكرون في مغادرة بلادهم بسبب سياسات ترامب. ومن صحيفة القدس: مذيع أمريكي وصف بوتين بالقاتل يعد بالاعتذار بعد 6 سنوات. أهلا بكم. استمراراً لعمليات تفجير المنازل، قال شهود لموقع المصدر أونلاين إن الحوثيين يفجرون منزل أحد معارضيهم في مديرية قيفة بمحافظة البيضاء. وذكر الشهود للمصدر أونلاين أن مسلحي الجماعة طوقوا منزل أحد المدنيين في قرية حمة صرار بمديرية قيفة، ويدعى علي حزام الصرار بالديناميت عقب اقتحامهم للقرية. يتابع الموقع: درج المسلحون الحوثيون على تفجير منازل معارضيهم ودور القرآن الكريم والعبادة منذ تقدمهم من معاقلهم في محافظة صعدة. اقتصاديا، عنون موقع الغد في صفحته الرئيسية: شركات ملاحة دولية تحول بواخرها إلى ميناء عدن. قالت مصادر ملاحية في ميناء عدن إن عددا من الشركات الدولية العاملة بالنقل الدولي حولت خطوطها من ميناء الحديدة إلى ميناء عدن في الأيام الماضية. وأكدت المصادر أن إحدى شركات النقل حولت وجهة عدد من بواخرها من ميناء الحديدة إلى ميناء عدن. وكشفت المصادر عن ترتيبات تجري لتحويل كل البواخر التجارية والإغاثية إلى ميناء عدن، وذلك بعد أن منع التحالف العربي البواخر من دخول ميناء الحديدة بعد استهداف فرقاطة سعودية قبالة الميناء. فبراير: استجابة لتطلعات اليمنيين. تحت هذا العنوان كتب أحمد طارش خرصان مقاله المنشور في الوحدوي نت، وقال في جزء منه: لم تكن ثورة فبراير الشبابية 2011 حالة ترفيه بقدر ما كانت انعكاسا حقيقيا لأوجاع بلد برمته، واستجابة طبيعية لتطلعات اليمنيين التي مثلها توقهم للخروج من دائرة البؤس الذي حاول نظام صالح إبقاءنا فيه. ربما تخطت ثورة فبراير 2011 العظيمة كامل التوقعات، وتمكنت من تحطيم كامل تحصينات النظام السابق وأدواته وألياته، ونجحت بشهادة الجميع بالتفوق وانتزاع حريتها واستعادة كرامتها وحقها في أن تقول للديكتاتوريات والصنمية الخادعة كفى. تمكنت ثورة فبراير العظيمة من تفتيت العقليات المستبدة، وبعثرت كل مشاريع الديكتاتوريات المستقبلية، ونجحت في تحويل كل الأصوات المستبدة إلى ذكرى مهملة ومنتهية الصلاحية، حتى وإن اعتقدت النجاح بعودتها كأدوات تم إعادة تصنيعها من جديد، إذ لا يمكن لطاولة الوطن أن تتزين بأدوات وأوان بلاستيكية يدرك الجميع أنها أتت من أشياء ممزقة ومهترئة. وإلى محافظة أبيان، حيث عنون من هناك موقع المشاهد نت: الكشف عن منزل لصناعة المتفجرات في زنجبار عاصمة محافظة أبيان. وأكد مصدر إعلامي في محافظة أبيان أن إدارة الأمن أعلنت تمكن قوات الحزام الأمني في مديرية زنجبار عاصمة المحافظة من العثور على عبوات ناسفة ومتفجرات. وأضاف المصدر أن القوات داهمت منزل أحد عناصر أنصار الشريعة بالمديرية وعثرت على عدد من القذائف والعبوات الناسفة. وإلى موقع 26 سبتمبر التابع للجيش الوطني، والذي عنون في صفحته الرئيسية: محافظ المهرة يدشن حملة لمنع ظاهرة إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات. وقال الموقع إن حملة منع ظاهرة إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات بدأت في المهرة. وأكد محافظ المهرة محمد كدا عزم السلطة المحلية والأجهزة الأمنية في المحافظة على منع هذه الظاهرة التي تسببت في إزهاق الأرواح البريئة وإصابة آخرين بجروح بسبب الرصاص الراجع جراء الضرب العشوائي الكثيف في الجو. وقال الموقع إن هناك تشديدا على ضرورة الالتزام بمنع إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات وغيرها لما لها من أضرار على المجتمع. يقول السياسي المعروف ياسين سعيد نعمان إنه بدون وطن لن نكون غير أوجاع تتأوه وترتحل، ويضيف في مقاله أنه لن يكون هناك صوت مسموع ما لم يكن هناك وطن.
المسيرات والاحتجاجات التي تملأ الدنيا ضد القرارات التعسفية لإدارة ترامب والتي شملت اليمن مع تلك الدول التي كانت تنتظر من العالم الحر أن يدعمها للخروج من معاناتها بدلا من معاقبتها بمثل تلك القرارات الحمقاء هي بالفعل سلوك إنساني نبيل، لكنها ليست بمستوى أن تصنع عصرا زاهيا للحريات التي بشر بها عهد ما بعد الحروب الكونية. هي في الأول والأخير تعبير عن قلق مما أصاب مجتمعاتها وبناها السياسية والثقافية والقيمية من تدهور لا تعرف إلى أين سينتهي بها، وهي بعد ذلك تعاطف مع هؤلاء الضعفاء غير مصحوب بأي فعل حقيقي لإنقاذ عملية تخصيب التعايش البشري بتغيير معادلة التقسيم المجحف للعمل بين الأمم والمتجذر في نظام دولي غير عادل. لن يكون هناك صوت مسموع لأي أمة في نقد وإصلاح هذا التشوه دون وطن بنظام عادل يشكل منصة انطلاق لفعل يحميها من الضياع في عالم يدوس على طريقه بلا رحمة التائهين والمبعثرين خارج الوعي بأهمية أن يكون للإنسان وطن. بدون وطن يضعنا على خارطة العالم بثبات وبلون متميز نعرف به لن نكون غير متسولين تتقاذفنا القرارات الحمقاء وتهكمات موظفي الهجرة في مطارات العالم. بدون وطن يحتضننا حينما تتهجم الدنيا وترمي في وجوهنا الكرت الأحمر فلن يرانا العالم غير مخلوقات إضافية لا لزوم لها. وإلى موقع الاشتراكي نت والذي عنوانه من محافظة إب، العثور على بوابات جبلية في مديرية السدة. وقال الموقع إن الأهالي في مديرية السدة تفاجأوا بالعثور على بوابة حميرية تاريخية فوق قرية عميقة. الأهالي ذكروا للاشتراكي نت أن البوابة التي تم العثور عليها تعد إحدى البوابات السبع بوابات حمير التاريخية التي ذكرت في التاريخ الحميري. ويقول الموقع إنه من المحتمل أن البوابة الحميرية التي تم العثور عليها تحتوي على ما يساعد في إظهار جزء كبير من تاريخ اليمن. مصادر محلية قالت للموقع إن هناك خلافات بين أبناء المنطقة وميليشيا الحوثي وصالح على من يسيطر على المكان المكتشف. استعداداً للاحتفاء بيوم 11 من فبراير، قال موقع الصحوة نت إن تحضيرية فبراير تعز تدعو إلى إحياء الذكرى السادسة للثورة ومنحها الزخم الذي يليق بها. وقال الموقع إن اللجنة التحضيرية لفعاليات فبراير في محافظة تعز دعت كافة القوى السياسية والتكتلات الشبابية إلى إحياء الذكرى السادسة لثورة فبراير ومنحها الزخم الثوري الذي يليق بها. وقال بيان صادر عن تحضيرية فبراير تعز إن الذكرى السادسة تأتي وقد تمايزت صفوفها وخرج من بينها الحوثيون والمتسلقون من فلول الإمامة. وأشار البيان إلى أن الشعب اليوم في مهمة إسقاط بقايا النظام المدمر الذي اجتاح شعوبنا لقرون، سواء عبر أدعياء الإمامة الجدد أو وكيلهم المخلوع الذي قام ضده ثورة فبراير 2011. وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. مجدداً أرحب بكم. أفادت مصادر محلية في أبين للعرب الجديد أن الحوثيين وحلفائهم شنوا هجوماً حاولوا من خلاله التقدم في جبهة عقبة ثرى على الحدود بين محافظتي أبين والبيضاء، لكن رجال المقاومة وقوات الجيش الموالية للشرعية تصدت للهجوم. وتقول الصحيفة تقع منطقة ثرى بين محافظة البيضاء التي يسيطر الانقلابيون على أجزاء منها ومحافظة أبين وتحديداً مدينة لودر، والتي كان مسلحو تنظيم القاعدة قد نشروا نقاط تفتيش فيها الأيام الماضية. وكانت قوات الحزام الأمني قد انسحبت من لودر منذ أيام عقب هجمات متقطعة تعرضت لها من مسلحي تنظيم القاعدة الذين انتشروا في العديد من مناطق أبين مؤخرا بعد عملية الإنزال الأمريكي في محافظة البيضاء. عنونت صحيفة الاتحاد حول ما يجري في محافظة أبين وقالت إن هناك حملة واسعة لتعقب تنظيم القاعدة في أبين. وقالت الصحيفة إن السلطات الأمنية في محافظة أبين أعلنت استعدادها بدء حملة عسكرية واسعة لتعقب عناصر تنظيم القاعدة التي عاودت التمركز في مناطق عدة وسط المحافظة من بينها مدن الوضيع وموديا والعين. وأكد العميد عبدالله الفضلي أن 4 كتائب عسكرية مجهزة بعتادها
كامل، ستشارك في الحملة القادمة التي سوف تتوجه صوب المناطق الوسطى لتأمينها من العناصر الإرهابية. تواجه الصحافة الورقية صعوبات عدة، تتوقف الصحيفة تلو الأخرى، يتحول القراء إلى مطالعة صفحات إلكترونية. الكاتب اللبناني حازم صاغية يكتب عن إحدى هذه الصحف وقال في جزء من مقاله في الحياة اللندنية: في الستينيات والنصف الأول من السبعينيات باتت قراءة النهار واجباً على اللبناني الذي يقرأ، بل امتحاناً للبنانيته، فهو إن لم يفعل كان كمن لا يحب أغاني فيروز وأدب جبران خليل جبران. لكن لئن أمكن لحياة الأفراد اليومية أن تستغني عن ذلك الأدب وتلك الأغاني، فالاستغناء عن النهار كان يرسم لصاحبه وجه المغفل والمفوت. الجرائد التي شابهتها سياسياً كالجريدة والصفاء كانت تذوي في عالمها الحرفي القديم، الحياة كانت عربية جداً، الأنوار ناصرية جداً، لسان الحال تصدر ظهراً، السفير لم تكن قد ولدت بعد. لقد بدت هي الجريدة بألف ولام التعريف، قد يكرهها البعض لكنه يقرأها إما لاضطرار وظيفي أو للتظاهر بالإلمام أو ربما لمتعة ماشوزية. النهار خرجت من حرب عام 1958 الأهلية لتواكب ولو بالمعارضة المشروع الشهابي، ففي موازاة إنشاء الإدارة والمدارس وشبكات الكهرباء والطرق التي تقرب المناطق واحدتها من الأخرى، غدت جزءا من هذا المركز البيروتي الواحد، منها يطير ديكها الأزرق إلى الأطراف التي فتحتها الشهابية أمام الدولة. إنها إذن اللبنانة التي اقتصرت قبلاً على جبل لبنان. قالت صحيفة الخليج في أحد عناوينها إن الإنقلابيين قتلوا 142 مدنياً بينهم 23 طفلاً خلال يناير الماضي في تعز. وقالت الصحيفة مستندة إلى تقرير صادر عن ائتلاف الإغاثة الإنسانية بمحافظة تعز إن بين الضحايا نساء وأطفال سقطوا جراء القصف العشوائي على الأحياء السكنية من قبل ميليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية. وذكر التقرير أن الحكومة اليمنية كانت قد أعلنت تعز الأكثر سكاناً في اليمن مدينة منكوبة جراء الحرب والحصار، كما أعلنت منظمات دولية في أحدث تقاريرها أن تعز هي أكثر المحافظات تضرراً من حيث عدد القتلى والجرحى والنازحين. وتتابع الخليج: منذ الكسر الجزئي للحصار عن المدينة من منفذها الغربي منتصف أغسطس الماضي، لم تصلها مساعدات كافية من المنظمات الدولية المانحة تفي بالغرض مقارنة بعدد السكان والمتضررين الضحايا. عن ترامب وإيران، تحت هذا العنوان كتب وديع العزعزي مقاله المنشور في موقع الموقع بوست، وقال في جزء منه: يمكن وصف العلاقات بين طهران وواشنطن حاليا بأنها تشهد حالة من التصعيد الخطير وعودة للتهديد بالإبقاء على كافة الخيارات على الطاولة. لا أحد يعرف أين ستنتهي هذه الموجة من التصعيد أو كيف، ومن السابق لأوانه التكهن بانعكاساتها على أزمات المنطقة الدامية. ما الذي ستفعله الإدارة الأمريكية ضد إيران؟ وما الذي تريده واشنطن على وجه التحديد من إيران؟ الأغلب أن إدارة ترامب ربما نيابة عن تل أبيب تريد تعطيل قدرة إيران لامتلاك أسلحة نووية، كما ستسعى أن تحد من دور إيران الإقليمي. وهنا ستحتاج واشنطن لجهود حلفائها في المنطقة من أجل تحقيق ذلك. المؤكد أن حالة التهدئة التي أعقبت التوقيع على الاتفاق النووي قد بلغت نهايتها أو هي في الطريق إلى ذلك. والمؤكد أيضاً أن التردي في العلاقات بين البلدين سيكون له حتماً أسوأ الانعكاسات على أزمات المنطقة، ومنها الحرب في اليمن. إلى أكثر الأخبار قراءة في شبكة البي بي سي: أمريكيون يفكرون في مغادرة بلادهم بسبب سياسات ترامب، حيث أعرب بعض قراء موقع بي بي سي كابيتال من الأمريكيين عن عزمهم مغادرة الولايات المتحدة بسبب السياسات التي يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتطبيقها. فعندما فاز دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية في 8 نوفمبر من العام الماضي، ابتهج الأمريكيون الذين صوتوا له، لكن آخرين تملكهم شعور بالحيرة والغموض، وعبر آخرون عن انزعاجهم. وقالت البي بي سي: عبر بعض الأمريكيين عن شعورهم بالقلق لدرجة أنهم بدأوا في دراسة خيارات تتعلق بمغادرة الولايات المتحدة الأمريكية والانتقال إلى الخارج. ومن صحيفة القدس العربي نطالع:
المذيع الأمريكي بيل أوريلي يرفض الاعتذار لبوتين بعدما وصفه بالقاتل. وقال مقدم البرامج في قناة فوكس نيوز الأمريكية بيل أوريلي في برنامجه التلفزيوني: يبدو أن إدارة بوتين في موسكو تطالبني أنا مراسلكم المتواضع بالاعتذار عن القول إن فلاديمير العجوز قاتل. وأضاف: لذلك فإنني أعمل على هذا الاعتذار، لكن ذلك قد يستغرق بعض الوقت، ربما في حدود عام 2023. وكان متحدث باسم الكرملين قال في وقت سابق إن تعليقات أوريلي مهينة وغير مسموح بها، مشيرا إلى أن بوتين يستحق اعتذارا من مثل تلك الشبكة التلفزيونية المحترمة. في الذكرى السابعة لرحيل الفنان الكبير فيصل عروي، الصوت الذي كان طفرة غنائية، أيقونة لحج، علينا أن نكف عن هذا التساؤل الذي أرهقنا لسنوات، متى سيعود للحج ألقها الفني؟ هكذا كتبت شيماء باسيد متسائلة في مقالها بمناسبة ذكرى فنان اليمن. لمحافظة لحج العريقة الممتدة عبر ريفها والحضر خصوصية ثقافية وفنية، ما إن زادت الهوة ابتعادا عنها حتى تلبستنا كأفراد أفكار وسلوكيات لا تمت للإنسانية بصلة، وخصوصا المناطقية المقيتة. لذا كم أتمنى لو نجدد جميعنا إيماننا بصوت فيصل علوي لنتوحد بالفن حين تفرقنا كل أسباب الحياة، والركض وراء كل بهرجها الزائف من مال وسلطة أو كبرياء، في حين لو عشنا بالمحبة والتسامح لربحنا جميعا وتشاركنا سوية عظمة هذه الحياة. علينا أن ندرس وبعناية فائقة ما نمتلكه الآن من أدوات متاحة لنكون جزءا من هذا الألق المنشود لكل المهتمين بصورة لحج الجميلة في الماضي. نحن نريد أن نتوقف عن البكاء على الأطلال، ونرغب في أن نكون حجر الأساس لبناء ثقافي وفني جديد تشهده المحافظة ككل. نتمنى أن يكون ذكرى الرحيل لفيصل علوي أو غيره من أعلام لحج محطة ليست للبكاء على الماضي، بل الاحتفاء بتكريم الماضي بالعمل للحاضر احتراما للمستقبل. نعم، المستقبل الذي لا نرغب أن يتحول فيه أطفال لحج اليوم إلى شباب مفخخ بهيئة قنابل موقوتة أو أرواح يائسة ومحطمة، كما هو حال العديد من الشباب على امتداد لحج التي أصبحت تبتلع المواهب بدلا من تعزيزها. نحن نرفض اليأس لأنه جبن، ونتغذى بالأمل، فوحدها الشجاعة المطلقة في ظروف مجتمع كهذا. لكننا أيضا نطالب بفرص من أجل البقاء على قيد الحياة من خلال تعزيز مفاهيم الحياة في المجتمع وتكريس مبادئها في سلوكنا وعملنا اليومي كل حسب اختصاصه، ومن خلال الاهتمام بالشباب المبدع وتبني أفكارهم. فلا يمكن أن تكون أرض الفكر والثقافة والفن مقبرة للإبداع والمواهب ومكانا أصبح بامتياز الطارد الأول للجمال. وجد حلاق من محافظة رفح جنوب قطاع غزة بفلسطين حلاً للتغلب على الانقطاع المستمر للكهرباء باستحداث طريقة قديمة لتصفيف الشعر عن طريق كيه بالنار. وبخفة يديه يشعل الحلاق رمضان عضوان النار في شعر الزبون باستخدام مواد غازية كيميائية، ليبدأ بحلاقة الشعر وتصفيفه بقصات حديثة لزبائنه الشباب. جولتنا المصورة وردت في وكالة الأناضول وتنقل الطريقة التي يستخدمها الشاب الفلسطيني في حلاقة الرؤوس. نتابع. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. إلى اللقاء.